السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل درسنا السابق اللي كان اسمه الضرب في منزلة واحدة. درسنا كان بيحكي عن عملية الضرب، لكن كان في شرط عندي على عملية الضرب، إنه يكون عندي أحد الأعداد اللي عم بضربها من منزلة واحدة. إذا أنا بضرب عدد من منزلة واحدة بعدد تاني، أنا مش محددة عدد منازل، لو منزلتين ثلاث منازل ما بيفرق معي. اللي بيفرق معي إنه واحد من العددين يكون من منزلة واحدة، سواء كان الأول أو كان الثاني. طيب حكيت شو بدي أخذ الدرسي، بدي أخذ طرق لعملية الضرب، مختلفة الطرق، لكن الإجابة دائما بتطلع نفسها بغض النظر عن الطريقة اللي بدي أستخدمها. بالفيديو الأول شرحنا الطريقة الأولى كان اسمها خاصية التوزيع. خاصية التوزيع، إذا قلت لكم خاصية التوزيع اعرفوا أنا بدي قوس. دائما خاصية التوزيع يعني قوس كلها أقواس. أول إشي العدد الكبير بكتبه بالصيغة التحليلية جوا قوس، بحلله أو بكسره داخل قوس، مو بطريقة عادية. بعد ما أحلله وأكسره جوا قوس شو كنت أعمل؟ العدد اللي لحاله الضرب عملية مشكلجية ما برضى يكون لحاله، فبيدخل على كل إشي جوا القوس وبيضربه، بيدخل على كل إشي جوا القوس بيضربه عدد عدد. بطلع ناتج عملية الضرب، بس أطلع ناتج عملية الضرب العدد اللي لحاله مع كل إشي جوا القوس، النواتج اللي بتطلع معي بجمعهم سوا، بجمعهم سوا بيعطوني الناتج النهائي. هيك كانت خاصية التوزيع. اليوم بدنا ندرس طريقة تانية لحل عملية الضرب. بدنا نحل نفس المثال اللي حليناه المرة الماضية. بدي أحل مش المثال الأول، مش 4 ضرب 27، بدنا نحل 4 ضرب 72 على طريقة تانية. بدنا نحله، هذا سؤال أتحقق من فهمي، صفحة رقم 48، سؤال أتحقق من فهمي. بدنا نحله نفس بنحله على طريقة جديدة عشان نتأكد إنه الطريقة بتعطيني نفس الجواب. بدي أقارنه بالجواب اللي طلع معي المرة الماضية. المرة الماضية لما حلينا هيك على جنب نكتب بخاصية التوزيع، طلع معي الجواب بيساوي 288 باستخدام خاصية التوزيع. تعالوا نجرب لو بدي أستخدم طريقة تانية، هل رح يطلع معي نفس الجواب؟ والطريقة التانية بدنا نتعلم شو هي. الطريقة التانية عندي اسمها نموذج المساحة. اسم الطريقة التانية نموذج المساحة. شو بتحكي لي طريقة نموذج المساحة؟ تحكي لي التالي، أنا نفس خاصية التوزيع ما بحب يكون عندي عددين جنب بعض زي هيك، فأول إشي بعمله العدد الثاني بكتبه بالصيغة التحليلية، لازم أحلله، بس مو ضروري أحط سطر جديد. الطريقة هاي بتحكي لي عادي أنا هذا مش من ضمن الحل، فحطي زي هيك سهم برصاص وافتحي قوس واكتب الصيغة التحليلية. لو شو الصيغة التحليلية لاثنين وسبعين، السبعة بتصير 70 زائد 2 بتضل 2. الأربعة إلها صيغة تحليلية، لو حللتها بتضل 4 لأنها أحد، فبتضل مثل ما هي 4. فأنا بكتب لاثنين وسبعين لأنها بتتحلل، 4 ما بتتحلل بخليها مثل ما هي. هلأ كيف باجي بحل؟ نموذج المساحة بحكي لي الحل كالتالي، حط ضربة صغيرة فوق، تحت الضرب الصغيرة اللي حطيناها منحط العدد الصغير. مين الصغير؟ الأربعة ولا 72؟ الأربعة هي الصغيرة، فبحط الأربعة جنب الضرب، بحط العدد الثاني بس بشرط ما بحطه زي ما هو هيك، لا بحطه بعد ما كسرته. أنا كسرته لسبعين واثنين، فبحط 72 بهاي الطريقة. هلأ برسم مثل المستطيل هيك جنب الأربعة، بس جنب الأربعة بكفيني مستطيل، تمام؟ بين 72 هدول لحالهم فبحط خط، بين 72 بحط خط، بين كل عددين بحط خط. عندي عدد تاني أحط خط كمان؟ لا ما عندي، خلص. إذا هيك شكل الجدول عندي، برسم جدول صغير بطلع شكله بهاي الطريقة. نرجع نعيد، بحط ضرب صغيرة، تحت الضرب الصغيرة بحط العدد الصغير، أنا كان عندي الأربعة هو الصغير بحط الأربعة. جنب الضرب بحط العدد اللي فكيته، أنا فكيت صار عندي 70 وطلع عندي 2 بحطهم. برسم مستطيل بين العددين هدول بحط خط. الخط هذا عبارة عن شو؟ عبارة عن الزائد هاي، هيو بين 70 والتنين عندي زائد، إذا الخط هذا معناته زائد. بحط زائد صغيرة تحت الخط عشان ما أنسى إنه الخط هذا إيش معناته؟ معناته زائد، فخلينا نحط زائد صغيرة تحت الخط عشان ما أنسى. هلأ باجي بحكي
المربع الأول بدي أعبيه. شو بدي أعبي المربع الأول؟ بعبيه بالطريقة التالية، بتطلع آخر إشي فوقه. شو عندي آخر إشي فوقه؟ 70، فبحط 70. إيش آخر إشي على يساره؟ 4، بحط 4. شو الإشارة بين 70 و4؟ ضرب، فبحط ضرب. إذن 70 ضرب 4، آخر إشي فوقه ضرب آخر إشي على يساره. شو الإجابة؟ 70 ضرب 4، 0 بنزل، 4 ضرب 7، 28. نيجي للمربع الثاني بدي أعبيه. كيف بعبيه؟ آخر إشي فوقه شو عندي؟ 2. آخر إشي على يساره شو عندي؟ 4. إذن 2 ضرب 4، بطلع آخر إشي على يساره وآخر إشي فوقه، هاي ما إلي فيها. آخر إشي فوقه 2، آخر إشي على يساره 4، فبحط 2 ضرب 4. كم بيساوي؟ بيساوي 8. طب الميتين وتمانين والتمانية شو العلاقة بينهم؟ الخط هو الجواب، العلاقة بينهم جمع، فبجمع 8 زائد 280، الإجابة بتطلع عندي 288. نجمع أفقي أو نجمع رأسي. إذا منلاحظ، بنفتح على حلنا المرة السابقة بخاصية التوزيع، منلاحظ إنه الحل بنموذج المساحة طلع مع الجواب النهائي هو نفسه الجواب النهائي بخاصية التوزيع، نفسه الجواب النهائي بخاصية التوزيع. طيب إذا هاي هي طريقة نموذج المساحة، لازم ما أنسى الاسم. تعالوا نحل مثال تاني عشان نثبت نموذج المساحة. إيش بحكي لي المثال التاني؟ بدي أضرب مثلا 7 ضرب 41 باستخدام نموذج المساحة. كيف أضرب 7 ضرب 41؟ شو بحكي لي نموذج المساحة؟ بحكي لي أنا ما برضى يكون عندي عددين جنب بعض زي هيك، فلازم أحللهم نفس خاصية التوزيع، بحللهم. شو تحليل 41؟ تحليلها 40 زائد 1، بحط 40 زائد 1 جنبها. هلأ كيف بحل نموذج المساحة؟ بحط ضرب صغيرة تحت الضرب، بحط العدد الصغير. من الصغير؟ 7 ولا 41؟ 7 هي الصغير، بحط 7 جنبها. لازم أحط 41، بس أنا ممنوع أحط 41 سوا، لازم أحطهم فككات، فبحط 40 وبحط 1. هلأ برسم مستطيل، عندي هون بينهم زائد، بحط خط. شو معنى هذا الخط؟ هو بدل عملية الزائد، الخط هذا بدل عملية الزائد. هلأ شو باجي بحكي؟ بدي أعبي المربع الأول. كيف بعبيه؟ اللي فوقيه ضرب اللي جنبه. إيش فوقيه عندي؟ 40. إيش جنبه عندي؟ 7. 40 ضرب 7، 0 بنزل، 4 ضرب 7، 28، بحط 28. هذا المربع اللي فوقيه ضرب اللي جنبه. اللي فوقيه عندي 1، اللي جنبيه عندي 7، بحكي 1 ضرب 7، الإجابة 7، فبحط 7. إيش العملية بين 7 و280؟ العملية جمع، فبجمعهم. 7 زائد 0 7، نحط خط أحد، خط أحد، خط أسفل، خط أحد. عشرات ما عندي ومئات ما عندي، فالعشرات والمئات بنزلوا، 8 بتنزل والاثنين بتنزل، إذا الجواب بطلع عندي 287. طيب آخر سؤال، لو أنا ما كان عندي منزل ضرب منزلتين، لو كان عندي منزل ضرب 3 منازل، بختلف عندي إشي؟ لا ما بختلف كتير. تعالوا نشوف مثال. لو بدي أضرب، طبعا معلومة، هذا سؤال رقم 1، صفحة عندي رقم 49، آسفة مش سؤال رقم 1، سؤال رقم 4 صفحة 49، سؤال رقم 4 صفحة 49. طيب نرجع، لو أنا مثلا ما بدي أضرب عدد منزلة واحدة، بدي أضرب بمنزلتين، بدي أضرب عدد منزلة واحدة بثلاث منازل. مثلا بدي أضرب العدد 500 ضرب 329. كيف بحسبها عملية الضرب؟ هاي بالطريقة التالية، أنا بدي أحل على نموذج المساحة، أول إشي بحدد طريقة حلي، بدي أحل على نموذج المساحة اللي هي الطريقة الثانية. الطريقة الأولى كانت خاصية التوزيع. تعالوا نشوف كيف بدي أحل على نموذج المساحة. نموذج المساحة بحكي لي أنا ما برضى يكون عندي أكثر من إشي جنب بعض زي خاصية التوزيع، فأول إشي بحلله. كيف بتحلل عندي؟ 300 زائد 20 زائد 9. بعدين شو بيحكي لي نموذج المساحة؟ بيحكي لي بنحط ضرب صغيرة تحتيها العدد الصغير. شو الصغير عندي هون؟ 5 ولا 329؟ 5، فبحط تحتيها 5. جنبيها بحط الأعداد اللي كسرتهم. شو الأعداد اللي كسرتهم؟ 320 و9. نرسم مستطيل طويل. كم خط بدي أحط؟ كم خط بدي أحط هون؟ بين 20 و300 خط، بين 29 خط، بين كل عددين خط. شو معنى الخط هاد؟ معناته زائد. شو معنى الخط اللي بين الأعداد؟ زائد، فبحط زائد صغيرة.
تعالوا نحسب، كيف بحسب المربع الأول؟ آخر إشي فوقية ضرب آخر إشي يسار، وإيش آخر إشي فوقية؟ 300، إيش آخر إشي يسار؟ 5. إذا 300 ضرب 5 صفرين بينزلوا، 3 ضرب 5 15، بحط 15 هون، آخر إشي فوقية 20، آخر إشي جنبه 5، 20 ضرب 5 صفر بينزل، 2 بخمسة 10، بحط 10 هون، آخر إشي فوقية 9، آخر إشي جنبه 5، 9 ضرب 5 45، بحط 45. هلا ايش العمليه اللي عندي اياها؟ جمع، نجمعهم راسي او افقي. تعالوا نجمعهم راسي، 1500 زائد 100 زائد 45، ما بنسى اني انا دائما الاحاد تحت الاحاد. طب 0 زائد 0 زائد 5 5، 0 زائد 0 زائد 4 4، 5 زائد 1 6، والواحد بتنزل مثل ما هي. اذا الاجابه ما بنسى اكتبها، بتطلع عندي 1645. هذا شرح حل سؤال رقم 2، صفحة عندي موجودة 49، صفحة 49 سؤال رقم 2. هيك بكون أنهيت الطريقة الثانية بدرسي اللي هو درس الضرب في عدد من منزلة واحدة. بضل عندي الطريقة الأخيرة إن شاء الله رح نشرحها بالفيديو التالي. بالتوفيق إن شاء الله.